مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات لطيفة جدا، إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. طيب أول حاجة هنعملها، هنعمل حلقة كده لطيفة مميزة من الآيس كريم. بدأ الجو يحرر كتير، وطبعا أكيد كلنا خارجين من رمضان عايزين ناكل حاجات حلوة سريعة وخفيفة ومرطبة. كمان ما ننساش أن الولاد في الصيف بيحبوا قوي الآيس كريم، حقيقة إحنا كبار وصغيرين بنحبه، لكن خلينا نستفيد شوية من شوية أفكار بسيطة هنعملها مع بعض. هنستغل شوية فاكهة موجودة عندنا، وهنستغل كمان شوية مكونات بسيطة نقدر من البيت نعملها، بدل ما نشتري المكون الغالي ده من بره نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، ويبقى هو عامل رئيسي في الآيس كريم. تعالوا نقول دلوقتي إيه هي مكوناتنا وإيه هي حاجتنا، وانطلقت صفارة الحكم تعلن عن ابتداء الشوط الأول. يلا بينا. عندي أول حاجة الآيس كريم بالشوكولاتة. آيس كريم الشوكولاتة من الآيس كريم المحببة جدا، كتير مننا بيحبها قوي. طيب خلينا نقول أول حاجة عندي 500 ملي من الكريمة، كريمة الخفق الخاصة بالحلويات، طبعا تكون ساقعة ولطيفة علشان تدينا إيه الفوليوم والكثافة الحلوة. يعني عندي 200 جرام من الحليب المكثف المحل، كوباية، وعندي نص كوباية من الكاكاو الخام. ياريت حضراتكم تختاروا نوع يكون مفضل وليه طعم حلو لكن مش مسكر. طيب عندي ربع كوباية من الشوكولات تشيبس، أنا ممكن أدعم باتنين معلقة من الكريم شانتيه إذا عايزة أديله قوام لطيف يتماسك، إذا أنا عندي كريم شانتيه مثلا مش بسكر اللي هو الخام. برضو في هنا مكون رئيسي الحليب المكثف المحل، عشان أبدأ أعمله مع حضراتكم لازم أقول الطريقة بتاعة الحليب المكثف المحلى. فتعالوا ننزل بس طريقة الحليب المكثف المحلى هنبدأ بيها في الأول، وبعدين نبدأ بالوصفة بتاعتنا. الحليب المكثف المحلى سهل قوي، خطواته بسيطة، محتاج لبن باودر وسكر باودر وقطعة زبدة صغيرة تدي الدسامة اللي فيه، ومية سخنة بتغلي. ايه هي المكونات وهنعملها ازاي هنشوف دلوقتي مع بعض. عندي لو هستخدم كوباية الكوباية، وهوريكم مقدارها قد ايه، انا عاملة المعيار ده ومجهزاه قبل ما نشتغل مع بعض عشان حضراتكم تشوفوا تشوفوا معايا المعيار ده طلع قد ايه في البول بتاعتي. ده المعيار اللي هو فيه كوباية سكر بودرة، كوباية من الحليب الباودر، وقطعة زبدة يعني مكعب صغير حوالي عقلتين صباع، ونص كوباية من المية المغلية. طلع لي البولة دي، بصوا حضراتكم الخليط عامل ازاي كده، ما بردش الخليط ده، ما بردش الخليط ده، لسه فيه المية سخنة سخنة. بصوا كثافته، وده لسه ما بردش، ما دخلش تلاجة يا جماعة، أنا لسه عاملاه قبل الحلقة، ما كملتش خمس دقايق بالظبط أهو. من الحليب المكثف المحلى نعمله في البيت، شايفين قوامه عامل ازاي. طيب تعالوا بقى نعمل ده مع بعض نشوف عملته انا ازاي. بسم الله، هاخد كده، انا عندي الميجرنج كابس دي مهمه بالنسبه لي قوي، وبحب الحقيقه استفيد منها جدا بوجودها معايا، لانه الحلويات دايما والصوصات والحاجات اللي هي ليها ريسبي خاصه يا ريت نحترم فيها الميزان او نحترم فيها المعايير عشان تطلع مظبوط. حضراتكم كلفتوا الوصفه وبعتوا جبتوا المقادير واشتغلتوا على انكم تعملوها بقى، فخليها تطلع بقى ان شاء الله باذن الله مظبوطه جدا. بصوا بقى هاخد كده، هعمل برضو معيار الكوبايه وهوريه لحضراتكم. ادي كوبايه كده من الحليب البودره، خليني اكمل عليه بس صح المعيار صح. تقدروا بقى تضعفوا المقدار ده وتخلوه مثلا كوبايتين اهي، ادي الكوبايه في الخلاط. هاخد من السكر البودره برضو، هعمل كوبايه سكر بودره، ويفضل ما يكونش منخول في يعني في البيت ما يكونش مضروب، ولو ضربتوه في البيت عشان تعملوا سكر بودره انخلوه، لازم تاخده الناعم بس عشان هيبقى فيه حبيبات وهيضايقكوا جدا. وادي كوبايه السكر البودره اهي، بعاير قدام حضراتكم عشان تبقوا عارفين المعيار. وادي مكعب الزبده اهو، ادي مكعب الزبده، معلش انا هحط الحته اللي باقيه بيه بس كده اهو، كده انا عملته قدام حضراتكم. طيب هنبدا بقى ناخد هنا كده البرطمان ده، هبدا كده ايه اجهزه هنا، احفظوه برطمان ازاز ما يكونش بتاع اي حاجه خالص، ملوش اي روايح،
عشان الدنيا تبقى جميله. وهاخد كده بالمعيار الثاني، عندي في الكابس دي المعايير، الكاب اللي احنا عيرنا بيها ودول بيتباعوا يعني مش غاليين، والنص والثلث والربع. طالما انا عندي نص هعاير بالنص، ما ينفعش امسك الكاب اخد نصها ميه، مش هتظبط برضو. يعني ايه هم عملوا المعايير دي ليه؟ وده دايما انا باكده حتى ايفن على الناس اللي بتكون شغاله على ريسبي معينه معانا حتى في البرنامج كشيفات تحضيريه، بيتعاملوا بالميزان وبالمعايير. بصوا بقى هنا انا بسخن الكاتل بس دقيقه واحده عشان احط الميه مغليه، يعني اول ما يفصل هروح حاطه الميه وبعدين اضيفها على المكونات واضرب واساعد كده بسباتولا بسيطه، هيطلع القوام وهعمل لكم نفس البول دي. ممكن افضي انا البول دي عشان اوريكم نفس المعيار اللي انا عامله فيه اهو، نفس المعيار اللي انا عامله فيه الحليب المكثف المحلى اهو. لازم تغلي عشان الزبده دي تدوب على طول وتختلط. بصوا حضراتكم اهو. طيب بسم الله، نص كوباية اهو، وهبدأ هقفل كده. معلش هنزل اللي هنا شوية في الأطراف عشان لو في حاجه تراكمت، الزبده طبعا بتدوب على طول اول ما تنزل الميه السخنه. نضربه شويه حلوين كده يدوب كويس، والسكر يدوب كويس، السكر البودرة يختفي تماما ويدوب تماما. بصوا بقى هوريكم في نفس البول اللي احنا عاملينه اهو. دي كوبايه كوبايه يعني نص كوبايه ميه، ده كوبايه على كوبايه سكر بودره، كوبايه من اللبن البودره. وبصوا هاخد كده بسباتيولا انزل اللي باقي اهي، البوله الثانيه اهي نفس المعيار. بصوا دي بدات تبرد بس لسه لم تتماسك، دي هوري لحضراتكم الخليط بيبقى عامل ازاي، ما تستغربوش. بصوا خفيف شويه لسه مضروب، شايفين اللون؟ اللون ده فاتح واللون ده غمق، غمق بعد ما كل ما يبرد يديكوا اللون بتاع الحليب المكثف المحلى. ادي اللي احنا لسه عاملينه، وده كمان ما سقعش بس ده اللي لسه مضروب ولسه سخن، شايفينه خفيف ازاي؟ فما تقولوش ده خفيف هنحطه بقى او هنزود له حاجه، ما تزودلوش اي حاجه، مجرد ما هيقعد كل شيء فيه هيرجع مظبوط، بس يدخل الثلاجه اول ما يهدى ويفضل يبقى في حاجه ازاز. طيب احنا كده عملنا الخطوه الاولى في الحليب المكثف المحلى اللي نقدر نحتفظ بيه في البيت بدل ما نشتريه من بره ونعمل بيه وصفات حلوه. تعالوا بقى نبدا في الوصفه بتاعه الايس كريم الشوكولاته. هاخد كده طبعا. تعالوا بقى، طب قبل ما ابدا عشان يعني ما اقطعش حضراتكم في الوصفه في البدايه، اسمحوا لنا هنطلع لاستراحه لانه الحكم صفر واعلن عن انتهاء الشوط الاول، وهنبدا نستعد لبدايه الشوط الثاني بعد الاستراحه. مستنيه حضراتكم.